هذا ويعقد مجلس الشورى يوم غد جلسته الأولى الإجرائية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد أن يتفضل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد وإلقاء خطاب جلالته السامي بهذه المناسبة. وتنعقد الجلسة الأولى الإجرائية للمجلس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.